لو نحن حصلنا الجدار ده حصلناه بملابسنا فقط. بنقول كتر خير للبلد اللي اصبحت مفتوحه لنا وقوتنا وناسا مسكونا. وقفوا معانا في ماساتنا ووقفوا معانا في الظروف الصعبه. وبنشكر اداره شباب اولاد حي الناظر، ونحن هسه حاليا في ايواء بنات الناظر، وما قصروا مننا، بجدوا معانا وقفه قويه. اكلونا من اوونا من مسكن، واكلونا وشربونا وعالجونا، ونحن حتى الان تحت الظروف الصعبه. الليله اليوم لو طفلك مرض، الليله اليوم لو طفل مرض، ما في وسيله عشان انت تقدر تودي بها جناك مستشفى، او انه عشان تقدر تقدم قرش. نحن اهم حاجه عندنا الليله من نزحنا عندنا مسافه بتاعت فتره بتاع السنه، سنه وثلاثة شهور ان احنا من نزحنا جينا هنا القضاري. نحن حتى الان انا كأم مسؤوله من ثلاثة ابناء، حتى الان نحن بنبحث انا واولادي عن وسيله انه ناكل منها لقمه عيش شريفه ملقينا. هنا الشغل في البلد دي الا يكون بواسطات. كتر خير المنظمات اللي قوتنا ووقفت معانا، لكن احنا في الظروف بتحت يومين الخريف دي والله الطلوع بالنسبه لنا صعب شديد. اصعب من كلمه صعب. اولا نحن نقول يا ترى المكان اللي ماشيين له ده، هل يا ترى بالنسبه للصحه الصحه بتاعته بتكون معانا بتليق بمغامنا بالنسبه لاصحاح البيئه؟ الشيء الثاني بنقول من الناحيه الاقتصاديه، هل يا ترى بنقدر نوفر لاولادنا لقمه عيش عشان ياكلوا ونقدر نمدهم عشان يتعلموا؟ ثلاثه ان احنا المسافات اللي هنا في ايواء الناظر بالنسبه لنا بالنسبه للمراكز الصحيه، الواحد لو رجلينه بيمش، وياما الدكاتره برضه سند امرنا وياما عالجتنا انه الانسان بيقول انا نازح، والمعامل برضه سنوا امرنا وحللوا لنا من غير قيمه نقديه. نحن برضه بنشكر الحته دي، لكن هل يا ترى لو مشينا المسافات البعيده دي احنا بنلقاها؟ الشيء الثالث الامن اللي لازم نحن هسه حاليا ان احنا عايشين في بيئه امنه مستتب. لو مشينا المناطق النائيه مثلا البعيده هسه بيحدثونا وبيقولوا احنا ننزح نمشي عليها دي، هل يا ترى احنا بنلقى امن مستتب نعيش فيه يحافظ على فتياتنا يحافظ علينا احنا كامهات؟ يا ترى نحن هنا هسه في المدينه مجالات عمل ما فيش، ولو مشينا المناطق النائيه نحن ظروفنا تكون كيف يا الله؟ بنقول كيف زي ما غطيتوا علينا في زي ما غطيتوا علينا في الظروف الصعبه فتره سنه وزياده، اي انسان يمشي بلده يتصرف يمشي اهله يمشي يلقى له وسيله بتاعت عمل يوفر له قريشات يطلع دي تاني. ونحن بنقول باراده الله سبحانه وتعالى ورضيانين بامر الله سبحانه وتعالى علينا، ونحن حاليا والله ما عندنا مشكله. اليوم لو المدارس دي هي اصلا ناويه تفتح، نحن والله في مستقبل اولادنا ما بنقدر نقول ما بنقدر نطلع من الاماكن دي، بنطلع بكل صدر رحيم، لكن بنسال الله انه الظروف تقيف معانا والايام تقيف معانا عشان احنا بس حالنا ده ما يدهور اكثر من كده. وبالناشد يا والي الولايه انه تقيف معانا، جيش الولايات القياده العامه هنا بتاعتك من برا نظفوا لنا احنا بلدنا خيرنا بشرنا في بيوتنا على اربع حياتنا، وظل مطلوب والله كان ما بندور اي حاجه بس دايرين بيوتنا، اشتهينا الصلاه جوا بيوتنا، اشتهينا وقعدنا جوا بيوتنا، ان احنا ده بس خيرنا بشرنا ما عندنا، ان شاء الله نقعد جعانين على اربع حياتنا. احنا كده رضيانين اصلا، المكان ما مكانك ما بيكون مكانك، والحاجه ما حقتك ما بتكون حقتك، واحنا رضيانين بنصيبنا.